الشكر كل اللي حصل ده، لكن انا ابتديت بشكر الله سبحانه وتعالى وبختم بشكر الله سبحانه وتعالى، لان ربنا سبحانه وتعالى بصراحه، وانا عايز اقول لكم الكلام ده منتهى يعني لا احساس الداخلي، يعني 4 سنين صعبين شفت فيهم قدره ربنا سبحانه وتعالى، قدره ربنا سبحانه وتعالى انه ازاي ربنا بيعد لك امور كثيره جدا، من توكل على الله فهو حسبه. في 4 سنين الحقيقه صعب، لكن ربنا سبحانه وتعالى موجود. فانا طبعا مهما قلت ما اقدرش ان انا اقول او اشكر، يعني هقول ايه الكلمات اللي ممكن اشكر بيها الله غير الطاعه وغير الشكر الدائم باذن الله سبحانه وتعالى في اللي جاي.